مساء الخير ياسمين، صحة عيدك. مساء الخير، صحة عيدك، صحة عيد كامل الأمة الجزائرية، صحة عيد كامل الفنانين الجزائريين اللي هم حاضرين اليوم. دونك قلنا لهم صحة عيدكم لأنه اليوم اللقاء تاع الفنانين بوزارة الثقافة. وزارة الثقافة. واش تقولي على هذه المبادرة؟ إيبا نشكروا مدام لامينيستر السيدة الوزيرة على هذه المبادرة اللي كل عام ديرها الحمد لله، أنها تقوم مبادرة وما نتلاقاو، باسكو حنا غير يخلصوا الأعمال الرمضانية دابيتود كل واحد يروح لدارو ما نتلاقاوش، هذه مناسبة باش يتلاقاو فيها الفنانين. وياسمين أو ربيعة راح تستقر في العاصمة؟ خلاص ما استقريتك راه طار استقريت وي. دونك باش تكوني اقرب للاعمال ولا؟ يعطيك الصحه، هي انه انا ديجا انا من العاصمه، تزوجت في عنابه، كي تزوجت في عنابه دونك كان لازم بحكم انه الزوج تاعي من عنابه، لكن دوكا عندنا اطفال وولادي صغار وهذيك تاع لي فاي فيان تروح تخدم وتعاود تولي، دونك كيما قلت على جال الاعمال من الاحسن تكون هنا. بطحة اثنين، ما كنتوش متخوفين الرجوع الى الوراء في الاحداث؟ هو التخوف كاين مي دونك كنا كل على بالي بلي انا نشهد لها بلي اي واحد من البطحة خدم من قلبه، سواء شركة انتاج سواء قناة شروق، لي تكنيسيان الممثلين دونك المخرج بيان سو على راسهم وليد بوشبح المايسترو، انا نعيط له نقول له دائما مايسترو، كامل كل واحد في البطحه خدم من قلبه من دافون، دونك كنا متخوفين بصح كان داخل تحس بلي الحاجه كي تكون صادقه تنجح. وربيع وش حوالها مازال داخلك شويه تجي وترى تجي لنا شويه يسوت لكم الساعه عيطوني من الصباح باكاطو ما كليتهاش كي الناس وصلتي واقفه الدور من الصباح وانا واقفه صباط رجليا عيا وترفضوا انا ماشي تعاد المناسبات لبسوا لي الكراك وعنقطع حوايجي. وسقولي ايضا على الاعمال الاخرى، يعني كان تنوع هذا العام. شوف باش ما نكذبش رمضان ما شفت حتى عامل، لانه على احنا كان عندنا التصوير تاع البطحه ومن بعد التصوير تاع البطحه كان في العائله الدراري ما قعدتش، انا قلت خلي مور رمضان كيما يقولون نشوف الاعمال بيان ترونكيل، بصح نحيي كل واحد نحيي كامل الناس اللي قامت بهذه الاعمال باسكو مهما كان عمل يلقى ينجح ولا ما ينجحش فيه مجهودات تبذلت من طرف فريق العمل هذاك، دوك نقول لهم كامل اي فنان نقول لهم يعطيكم الصحه. دوك يا ربيعه يا ياسمين شو تحب الماكله، ربيعه ولا ياسمين؟ لي دو. ربيعه ما تاكلش، تحب لي زافير ياسمين اللي تحب الماكله. تحب اللبسه والخلطه؟ بيان سور. ربيعه ولا ياسمين؟ ربيعه ما عندها حاجه ولا ما عندهاش امكانيات؟ ربيعه ما عندها حاجه، جاب لي ربي عندها حاجه ربيعه. هي زعما جابها الدراهم ربيعه هذاك كيف تصرف فيهم؟ ربيعه دير لي زافير راكم شفتوها في البنك. جاوبي جاك 5 ملايين زعما. 5 ملايين نروح نحل حوانت، ندير حوانت، نحل قهاب وندير لي زافير ترفه. تحب تروح لدور السينما ربيعه ولا ياسمين؟ ياسمين باينه، ربيعه ما سمعتش كاع بالسينما. شكون تروح للمسرح المسرحيه ربيعه؟ ياسمين ماشي ياسمين، ياسمينه. شكون تحب تعيش وتحلم اكثر، ياسمين ولا ربيعه؟ كي ربيعه كي ياسمينه، لانه كل انسان مهما كان كامل الناس تحب تعيش. شكون اللي تتعلم من خداع الرجل، ياسمين ولا ربيعه؟ انا ما صراتليش كي ياسمينه، دوك الحمد لله ربي جد الزوج تاعي، ربيعه تعلمت بزاف. واش تقول للرجال واللاز واللي خدعوا؟ يسود لكم السعد. يعطيك الصحة. الله يعيشك خويا العزيز. دايما متعلقة إن شاء الله. يعيشك، ميرسي.